هو في الاول وفي الاخر بيرجع فين؟ هنا. مهما تعمل طبعا. مهما تعمل فلوس ومهما تعمل الفلوس مش كل حاجه. نعم. انت بلدك دي عامله زي لو مؤاخذه عامله زي زي بلدنا بلد امك يعني وابوك. آه. امك وابوك اي حد في الدنيا يخونك واي حد في الدنيا ممكن يضحك عليك الا امك وابوك. فبلدك دي هي زيها قدوه الاب والام بتاعتنا. ايه الطرح الجديد اللي بكره؟ ايه اللي انت عامله بكره؟ عامل اغنيه انا وعمر كمال. ايوه. توزيع اسلام ساسو اللي موزع لنا اغنيه بنت الجيران وكلمات مصطفى حدوته هو اللي كاتب لنا برضو بنت الجيران. اغنيه اسمها عود الـ عود الـ عود البطل. عود البطل. عود البطل. اه بوصف البنت زي بنت الجيران كده. اه. بوصفها بجمالها بحلاوتها. الاول كان في اغاني كانت بتسيء للبنات. كانوا بيسيئوا للبنات جامد قوي. فانت ما تاخدش عاطل على باطل. ما في ناس في بنات ولاد ناس. نعم. وفي نفس الوقت لا وما ينفعش اعمل حاجه اشتم فيها ما ينفعش يعني. لان انا عندي برضه ما عندي اخوات بنات. وعندي فانا اللي ما رضاهوش على اختي ان هي تسمعه. انا ما رضاهوش على بنات الناس. وفي نفس الوقت انا لو عملت يعني اي حاجه بتقول لي انه اي اغنيه قادمه ما فيهاش اسفاف ما فيهاش ابتذال ما فيهاش كلمات شد لحد يعني اول حاجه نقدر نقولها كده تدخل البيوت خلاص احنا اصل دلوقتي انت الواحد اتحط دلوقتي ان بقى في جمهور. يعني اغنيه بنت الجيران جايبه 160 مليون مشاهده في شهر ولما في شهر ونص شهر ولما ونص. تعدلت لما استاذ هاني شاكر قال لنا عدلوها وعدلناها الاغنيه جايبه 12 مليون مشاهده بعد التعديل بقى لها اسبوعين اهي اسبوعين 12 مليون مشاهده فطبعا انا عايز امشي قانوني وعايز امشي كويس وفي نفس الوقت انا عايز اشتغل معايا ناس بتاكل عيش اهو ما كل الناس دي بتاكل عيش ما كلنا بناكل عيش انا سبب ان في ناس فاتحه بيوت هعمل ايه بضطر ان انا برجع عربين وبضطر ان انا اديهم فلوس ما هم مش ملزومين ان هم يقعدوا مش ملزومين هم ملزومين من ان انا اشغلهم حتى لو انا بطلع اوردرات ببلاش ملزومين ان هم يقبضوا منه. الدكتور خالد عبد الجليل دلوقتي رئيس الرقابه قال انه الاغنيه بنت الجيران اتوافق عليها ولكن طلبوا يغيروا كلمتين. احنا غيرناها. غيرتوهم. غيرناها. فقال ان هو الاغنيه مرفوعه دول ولكن هي الاغنيه ما فيهاش حاجه ما فيهاش مشكله الا الكلمتين دول فقط. ما فيهاش اي حاجه والاستاذ هاني شاكر طلع قبل كده وقال ان الاغنيه جميله. معانا كان معانا على التليفون وكنت حضرتك معانا على التليفون وعمر وقال لك الاغنيه جميله والاغنيه ما فيهاش اي حاجه والكلام ده وانا لما طلبوني في حفله الاستاد أنا هقول لك على حاجة أستاذ أحمد